أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج إيكويتي سبوت لايت. أثبتت الديمقراطية الأمريكية أنها تعلو ولا يعلى عليها بعد تنصيب جو بايدن رئيسا. على الرغم من أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن، تمكن الرئيس السابق دونالد ترامب من إدارة العجلة الاقتصادية بمهارة ونجاح، قضت على معدلات البطالة وشبه الركود في عهد سلفه أوباما. وفي ظل جائحة كورونا ترك ترامب إرثا ثقيلا لسلفه بايدن، فهل ينجح بايدن بالحفاظ على الاقتصاد الأمريكي والنهوض به في ظل الأزمات المتلاحقة بسبب الجائحة، مع الوفاء بوعوده الانتخابية بتقديم تعويضات مالية للعائلات الفقيرة والمتضررة؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا فوزي السمهوري من عمان، الكاتب والمحلل الاقتصادي والسياسي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بشخصك الكريم وبالسادة المشاهدين الكرام. بداية أستاذ فوزي، دعنا نتحدث عن حيث أن الرئيس جو بايدن ورث الكثير من الصعوبات الاقتصادية والسياسية من سابقه دونالد ترامب، والتحديات بالفعل تبدو صعبة جدا بفعل جائحة الكورونا. برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجه جو بايدن باعتقادك، أهم تحدي، وهل بالفعل سينجح بايدن في التغلب عليها؟ بداية، كلنا نعلم من خلال المتابعات أن أمريكا بعهد الرئيس ترامب واجهت العديد من المشاكل نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم الخبرة لفريق الرئيس السابق ترامب بشكل عام. لذلك وجدنا أن المجتمع الأمريكي بدأ ينقسم إلى قسمين، عمودي وأفقي سويا. أصبح هناك للأسف بين عهد ترامب محاولة لتركيز وتحشيد الأمريكا على أساس عنصري أبيض، سواء كان عبر الممارسات أو غيرها. هذا أدى إلى تقويض وحدة المجتمع الأمريكي، أي بمعنى آخر أن الأساس الرئيسي الذي بنيت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مبدأ أو وهي مبدأ المواطنة، لقد أحدث شرخا كبيرا، بل زلزالا في مفهوم المواطنة الأمريكية. هذه انعكست بلا شك على نظرة المجتمع الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية وللمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن هذا تحدي كبير يواجه الآن فترة الرئيس الأمريكي بايدن. بنفس الوقت، عندما نتحدث عن سياسة ترامب، كلنا نعلم أن الفترات أو الأولى من حكم ترامب وجدنا أن هناك انتعاش اقتصادي، وإن لم يكن ذلك الانتعاش مبني على أسس اقتصادية إنتاجية كبيرة، وإنما بعض القطاعات التي استفادت، ولكن وجدنا أن رؤوس الأموال انتعشت بانتعاش كبير جدا، وهذه ليست مؤشر حقيقي دائما لنمو الاقتصاد، بالرغم من أن بعض القطاعات انعكست على مستوى حياة الأمريكي من حيث انخفاض نسبة البطالة وارتفاع الدخل قليلا، ولكن بقيت بنية الاقتصاد لا زالت ضعيفة. سرعان ما انكشفت عندما حدثت جائحة كورونا، التي بيّنت أن المجتمع الأمريكي أو الدولة الأمريكية أنها مغطاة وكأنها بأشبه العامية. بمعنى آخر، وجدنا أن القطاع الصحي غير قادر. أستاذ فوزي، بما أنك تعلم الحملات الانتخابية شيء وتولي الرئاسة يعني شيء آخر، فيه مسؤولية كبيرة جدا على بايدن، كما ذكرت في وقت نشاهد فيه انقساما بسبب جائحة الكورونا ومجموعة من الملفات الصعبة، برأيك ما هو اقتصاديا سيركز بايدن في الأشهر الأولى؟ هلا، بالتأكيد انعكست الوضع الاقتصادي الأمريكي نتيجة فشل إدارة ترامب بالتعامل مع جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي بكافة جوانبه، سواء الإنتاجي أو الخدمي أو حتى قطاع التجزئة بمعنى آخر الفردي وغيره. لذلك الآن التحدي الكبير أمام إدارة بايدن، هل سيكون بإمكانه وضع حد لتفشي وباء كورونا؟ لأنه إذا لم يتم الانتهاء من السبب الرئيسي الذي عصف بالاقتصاد الأمريكي، لن يكون قادرا على الخروج خروجا قويا ومتوازنا في بنية الاقتصاد الأمريكي للتعافي بشكل نهائي، ولكن قد نشهد تعافي مؤقت تنفيذا لرغبته. الآن الخطة الاقتصادية اللي
عرضها وانه بده يضخ في الاسواق الامريكيه 1.9 تريليون دولار، هذه بالتاكيد ستساعد، ولكن دون ان يتم الانتهاء من وباء كورونا، بمعنى ان تشمل التطعيم غالبيه المجتمع الامريكي، وننتظر عده اشهر حتى يبدا الاقتصاد الامريكي بالتعافي بعد ما يزول الخطر تفشي وباء كورونا لدى المجتمع الامريكي، وبالتالي هي امتداد لذلك تفشي الاقتصاد انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الحد من تفشي وباء كورونا، لان الاقتصاد كما تعلمين ويعلم الساده المشاهدين الكرام عباره عن سلسله متواصله وحلقه متكامله كل تؤثر على الاخرى. لذلك التحدي الكبير من الان امام الرئيس بايدن هو تحدي مزدوج، اي تحدي التعامل مع وباء كورونا، وكلنا نعلم انه في خطابه قال انه الان بصدد تطعيم 100 مليون مواطن امريكي في الولايات المتحده خلال 100 يوم، اي بمعدل مليون شخص يوميا، وهذه بحد ذاتها ستعمل على تباطؤ انتشار فيروس كورونا. وبنفس الاخر النقطه المزدوجه الاخرى هي يواكبها عمليه بناء الاقتصاد الامريكي، وبالذات هنا نتحدث عن امكانيه دعم الشركات الصغيره والمتوسطه والعمل على توسيع الاسس الانتاجيه الامريكيه بحيث يكون هناك محاربه للفقر وتخفيض نسب البطاله تخفيضا حقيقيا، بمعنى اخر احداث وظائف دائمه وليست وظائف مؤقته، لانه في اي انتعاش مؤقت سيواكبه وجود وظائف مؤقته، ولكن الهدف الرئيسي بتقديري هو امكانيه تامين وظائف دائمه في السوق الامريكي. هذه مؤشرات مهمه جدا. نعم. اعتقد ان من خلال المتابعه ان الرئيس بايدن وفريقه الان هم مهتمين لمعالجه هذا الامر، ولكن الاشهر القادمه بل الاسابيع والاشهر القادمه هي الكفيله لتبين للجميع مدى صحيح. نجاحه وسياساته ومدى نتائجه على الارض، لانه النظري شيء والعمل شيء، المواطن الامريكي او الانسان الامريكي يريد ان يرى الوعود الانتخابيه شيء وايضا تحقيقه على ارض الواقع شيء اخر، لكن سنتحدث عن خطة التحفيز التي اقترحها جو بايدن ب 1.9 تريليون دولار والتي يتهيأ الكونغرس لتمريرها. يظهر أنها باتت هناك شكوك حول تمرير هذه الحزمة وتلقى بعض المعارضة وخاصة من قبل الجمهوريين. برأيك هذه المعارضة من قبل الجمهوريين، هل هذه الحزمة سيستطيع أو سيتم تمريرها، أم ككل سيتم تمريرها، أم سيخصص الجزء الأكبر لتبرير تلك الحزمة؟ ما توقعاتك، ما اعتقادك حول تلك الحزمة؟ بتقديري الخطة الاقتصادية التي طرحها الرئيس بايدن هي مهمة جدا وتهم غالبية الشعب الأمريكي، لذلك ستكون لدى الجمهوريين إحراج كبير إن كان هناك معارضة لتمرير هذه الخطة. وقد وجدنا أنه قبل الانتخابات الأمريكية عندما الجمهوريون عرضوا مثل هذه الخطة تأثرت نتائج التصويت عليهم، لذلك هل سيعود مرة أخرى وارتكاب نفس الخطأ؟ يبقى سؤال. ولكن كلنا نعلم أن طريقة اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية الأمريكية وفي السناتور تحديدا، لأنه في الكونغرس سهل جدا أن تمر ومرة، الآن أتحدث عن مجلس الشيوخ، في مجلس الشيوخ بحاجة إلى الجمهوريين، لكن فيما لو فشل استصدار القرار بأغلبية المريحة من الجمهوريين بدعم الجمهوريين، أعتقد أن هناك سنة أو عرف أمريكا معروف عليه أنه في حالات زي هذه يتم شيء اسمه اتفاق مصالحة، وقد حدث ذلك في سنة 2017 بأحد قرارات ترامب، أنه كان هناك معارضة للديمقراطيين ولكن استخدم هذا العرف وأخذ القرار بالأغلبية البسيطة. لذلك أنا أعتقد أن الديمقراطيين إذا فشلوا باتخاذ القرار بدعم الحزب الجمهوري سيتم اللجوء إلى مثل هذا القرارات، أي باتفاق المصالحة الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة، وعندئذ ستمر الصفقة أو ستمر الخطة. لذلك أنا بتقديري أن الخطة ستمر وإن ستأخذ بعض الوقت، لأنه واضح أن بايدن في سياسة إعادة توحيد أمريكا لا يريد اللجوء إلى أغلبية وإلى ما بين قوسين استخدام الديمقراطية وهي حق من أجل تعزيز الانقسام أو الخلاف، ويريد أن يعمل على توحيد
الصف الأمريكي وجزء كبير منها بالأساس هو توحيد السياسة ما بين الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض. لذلك سيأخذ بعض الوقت لعملية الحوار وإقناع الحزب الجمهوري بأهمية ونجاعة هذه الخطة لتنعكس على بنية الاقتصاد الأمريكي وعلى معيشة غالبية الشعب الأمريكي وليست فقط أثرياء أمريكا أو الشركات الكبرى الأمريكية. لذلك وجدنا أن الخطة منصبة لدعم المواطن الأمريكي مباشرة ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الاقتصاد. يعني هي بالفعل يعني الأغلبية للديمقراطيين هم المسيطرين الآن، الأغلبية العظمى. لكن أستاذ فوزي، هناك خلافات يتحدث عنها بين الجمهوري والديمقراطي حول الشيكات أو دفع الشيكات بمبلغ 1400 دولار. هناك معارضة، هل سيتم دفعها لذوي الدخل المحدود أم لكل الأفراد سيتم دفع هذه الشيكات؟ وأيضا معارضة من حيث أيضا أنه سيقوم جو بايدن بدفع أو تمرير إلى الولايات من أجل سرعة التطعيم بسرعة كبيرة، وحتى يتم السيطرة على الفيروس وإعادة فتح المدارس. فهذه الخلافات، يعني هل بالفعل يعني سيتم تمريرها بسرعة برأيك؟ لن تبقى معارضة بهذا الشكل، رغم يعني ظهور بعض المعارضة، ورأينا يعني معارضة من قبل الجمهوريين حول بعض هذه الخلافات. نعم، الخلافات السياسية بين الحزبين بالتأكيد ستبقى قائمة، وإلا لماذا يوجد حزبين، حزب معارض في معارضة وحزب حاكم؟ ولكن أعتقد أن الحزب الجمهوري أيضا يستخدم وسيستخدم بعض هذه الخلافات من أجل أيضا الوصول إلى تفاهمات أخرى في مواضيع أخرى. أما فيما يتعلق بالخلاف على الشيكات، منذ عهد ترامب كان يعارض ضخ مباشر للمواطن، ولكن بايدن كرئيس أمريكي وفقا لوعوده الانتخابية جاء وهو يعلم علم اليقين، وكون أن الحزب الديمقراطي هو حزب الأغلبية البسيطة، حزب الفقراء وحزب الطبقة المتوسطة، ويعلم المشاكل التي يعاني منها المواطن الأمريكي وهذه الطبقة من الشعب الأمريكي. لذلك ويعلم المشاكل التي يعاني منها المواطن الأمريكي، سواء الفقيرة من حيث عدم قدرتهم على توفير الغذاء، أو المتوسطة اللي أصبحوا عاجزين عن دفع أجور السكن أو أقساط السكن. لذلك وجدناه أنه يصرح ويقول أنه لا يريد أن يرى مواطن لا يستطيع تأمين غذائه، أو مواطن يطرد من منزله أو من مسكنه، ومن هنا أوعز البنوك بضرورة العمل على تأمين حماية لهؤلاء المواطنين الذين أصبحوا يعيشوا في ضنك. لذلك 1400 دولار مع بساطتها كما يحلو للبعض، إلا أنها ستؤثر إيجابا في مرحلة القادمة لدفع عجلة الاقتصاد ولتخفيف العبء الاجتماعي والمعيشي على قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي. أما فيما يتعلق بدعم الولايات، أنا أعتقد أيضاً مردها إلى امتداد للسياسة جمهوريين وديمقراطيين، ولكن بالنهاية لا أعتقد أن الحزب الجمهوري قادر على الاستمرار في معارضة دعم الولايات من أجل رفع سوية ونسبة القيام بالتطعيم، لأنه هذا التطعيم مهم جداً لمكافحة تفشي وباء كورونا، وأساس لدفع الاقتصاد الأمريكي بدفعة إلى الأمام بدفعة حقيقية قوية فيما يتم في حال السيطرة النهائية على تفشي وباء كورونا. وعندما أتحدث عن السيطرة النهائية لا يعني أن زوال الفيروس، وإنما نعني أن يصبح المجتمع الأمريكي آمن، وتصبح بعض الحالات هي حالات محدودة جدا لن تؤثر لا على الوضع الصحي للشعب الأمريكي ولا تأثيرها السلبي على عجلة الاقتصاد. طيب أستاذ فوزي، ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة برأيك خلال فترة ولاية بايدن الرئيسية؟ يعني هل ستستفيد تلك القطاعات عالمياً أم أن الفائدة فقط ستعم داخلياً فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، القطاعات اللي موجودة داخل الولايات المتحدة؟ لا، بالتأكيد أعتقد أن الاستفادة ستعود إيجاباً في الوضع الداخلي الأمريكي وعلى الخارج. الوضع الداخلي الأمريكي، لأننا كلنا نعلم أن القطاعات التي ستستفيد نتيجة وجود خطة اقتصادية تحفز الاقتصاد الأمريكي ستنتشر أو تمتد وتشمل
كل القطاعات تقريبا، الإنتاجية، الخدمية، المالية، الصناعية وغيرها. أما في حال في الخارج أعتقد هذا سيكون مرد الرئيسي أولا إلى مدى قوة الدولار الأمريكي، لأننا كلنا نعلم إذا أرادت الإدارة الأمريكية رفع الصادرات لأمريكا يجب أن تكون منافسة، وحتى تكون منافسة يجب أن يكون الدولار بأسعار مناسبة حتى تستطيع أن تنافس، حتى لا ترفع من كلفة الإنتاج لدى المستورد. لذلك أعتقد في حال وجود التوازن بالخطة ما بين قوة العملة الأمريكية وما بين رفع منسوب الإنتاج ودعم القطاعات الإنتاجية، بحيث يكون هناك في مرحلة معينة لفترة زمنية محدودة أن تكون مدعومة بمعنى التسهيلات من الإدارة الأمريكية، سواء كانت عبر تخفيض بعض الضرائب تحفيزا للضرائب أو عبر تخفيض الرسوم أو عدم فرض ضرائب على بعض المستوردات التي تدخل في بعض القطاعات الإنتاجية، أعتقد عندئذ ستؤدي بالاقتصاد الأمريكي بصادراته إلى رفع نسبة. وكلنا نعلم أن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد يعتمد على الواردات والصادرات بنفس الوقت، بالإضافة إلى الإنتاجات التي نتحدث عنها. لذلك وجدنا الآن أن الاقتصاد الأمريكي مع الاتفاقيات التي عاد إليها الرئيس بايدن فيما يتعلق بإعادة العمل أو دخول أمريكا لاتفاقية المناخ ودفع مساهمة في منظمة الصحة العالمية وغيرها، أعتقد هذه من ناحية معنوية لدى العالم ستكون هي رسالة إيجابية بتوجه الإدارة الأمريكية للتفاعل الإيجابي مع العالم ومع مشاكله وقضاياه، وعندئذ سيبدأ في عملية إعادة تحسين صورة أمريكا التي اهتزت اهتزازا كبيرا طوال عهد أوباما، الذي اعتمد في التعامل مع الحلفاء على سياسة الابتزاز وليست سياسة الإقناع والتعاون بمستوى من الندية، ولن أقول الندية لأنه وجدنا أن أسلوبه كان دائما مع الاتحاد الأوروبي مع اليابان، وهنا عندما أتحدث عن حلفائه فما بالنا إذا تحدثنا عن الخصوم. لذلك عندما يتحدث عن جاهية الآن جاي بايدن ليعيد الثقة بالسياسة الأمريكية وبالدور الأمريكي على الصعيد السياسي والاقتصادي بالتأكيد والعسكري إن أمكنهم ذلك. طيب، يعني التركيز على أي قطاعات إذا ذكرناها تكون مدرجة في سوق الأسهم، أي قطاعات اقتصادية برأيك؟ هلا بتقديري القطاعات الاقتصادية كلنا نعلم أن انخفاض الفوائد الأمريكية ستدفع بالمستثمرين ليذهبوا للأسواق المالية، لأن هناك قد يكون هناك ينظر أن هناك عوائد سريعة، هذه للمضاربين. أما للمستثمرين الاستراتيجيين أعتقد أن ستذهب إلى القطاعات الكيماوية والقطاعات بعض القطاعات النفطية المشتقات النفطية إلى الصناعات العسكرية وغيرها من الصناعات وإلى القطاع الخدمي بالتأكيد، والقطاع المالي سيكون مستفيدا من وراء ذلك، لأنه شاهدنا خلال الفترة الأخيرة من عهد ترامب عندما منع المستثمر الأمريكي المساهمة في الشركات الصينية تحت مبرر أنها شركات مدعومة من الجيش الصيني، أنه بدأت بعض رؤوس الأموال تعود إلى الأسواق المالية إلى أمريكا، وفي محاولة وجزء منها بالتأكيد سيذهب إلى الاستثمار. لذلك يبقى الاعتماد الكلي ما هي سياسة الرئيس الأمريكي بايدن في عملية القطاعات التي سيرفع الضرائب من شأنها أو القطاعات التي ستبقى نسبة الضرائب كما هي، أو هل سيلجأ إلى وخاصة هناك مخاوف أنه يرفع الضرائب على الأسهم التكنولوجية، سنتحدث بعد ذلك عن هذا الموضوع. لكن دعنا نتحدث أستاذ فوزي عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالصين. طبعا نحن نعلم أنه إدارة ترامب اتصفت بأنها إدارة أكثر تشددية بسياسة متشددة جدا كانت مع الصين، هل تعتقد بأن أن يكون جو بايدن أكثر ليونة من حيث العلاقات التجارية مع الصين، أم متوقع أن يشن حرب تجارية في هذه الفترة ضد الصين، أم غير من مصلحة جو بايدن أن يتصاعد في الحرب أو يشن حرب تجارية مع الصين؟ برأيك كيف تتصف إدارة جو بايدن وسياستها مع الصين؟ أولا كلنا نعلم أن فترة الرئيس الأسبق أوباما حدد أنه من الدول التي ستشكل منافسة حادة للولايات المتحدة الأمريكية هي قوة الصين ونفوذ الصين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنذ ذلك الوقت بدأت تنحى السياسة الأمريكية نحو التعامل مع التحديات في مواجهة الصين، لأن الدولة الوحيدة التي أصبحت تنافسها
لتبوأ قيادة العالم اقتصاديا وبالتالي امتدادها السياسي هي الصين، لكن جاء ترامب بأسلوب فظ وتعامل مع الصين. أنا أعتقد أن إدارة بايدن ستستمر بذلك، ولكن سيكون الأسلوب الناعم التعامل بنعومة مع منح بعض الوقت لإجراء حوارات ومفاوضات مع الصين على وعسى أن تؤتي بعض ثمارها الإيجابية للاقتصاد الأمريكي أو للعمل للبدء بإعادة التوازن بالعلاقة الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولكن أن يترك الصين بدون أي حوار وبدون أي هذا لا أعتقد ذلك، ولكن في وقت معين إذا لم تنجح هذه الحوارات للوصول إلى اتفاقيات أعتقد أنه سيلجأ إلى عملية فرض بعض الرسوم الإضافية أو بداية حرب تجارية كما سميتيها، ولكن سيبقى الأساس المحافظة، الهدف الأمريكي محافظة تبوأ قيادة العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لأنه إذا اهتزت ربما يعني ربما تتصف أستاذ فوزي ربما فترة جو بايدن بالهدوء تجاه نوعا ما بالهدوء مع علاقته مع الصين، لأنه سيتوجه الآن كما ذكرت يعني جانت لين بتعيينها منصب رئيس وزارة الخزانة الأمريكية بأن تكون التركيز على خطط الإنفاق التحفيز لدعم النمو الاقتصادي من تداعيات جائحة الكورونا، فربما في هذه الفترة لن يكون أي نوع كما ذكرت من حروب تجارية أو شن حروب تجارية أو تصاعد في التوترات التجارية الأمريكية الصينية. بالتأكيد بإدارة بايدن لا يمكن له أن يمشي بنفس السير الذي سار عليه ترامب، لابد أن يشعر المواطن الأمريكي أولا والعالم أن هناك تغيير حقيقي في توجه السياسة الأمريكية، وإلا ما الفائدة؟ الأمريكا المطلوب ليس تغيير أشخاص أو وجوه، المطلوب تغيير نهج، يختلف نهج ترامب عن نهج الرئيس بايدن، لذلك أعتقد أن على الأقل السنة الأولى لن تكون هناك عملية شدة في التعامل مع لا مع الصين ولا باقي الملفات، وإلا بالأساس أنه سيغرق في الخلافات الخارجية وقد تؤثر على إنجازاته على الصعيد الداخلي، وهو بغنى أن تتأثر سياساته بالصعيد الداخلي ليخرج من التحديات التي واجهها. وكلنا نعلم أن التحديات ليست فقط التحدي الاقتصادي والكورونا، وإنما هناك أصبح تحدي حقيقي يهدد وحدة المجتمع الأمريكي، كراهية الأجانب، النظرة السوداوية تجاه الأقليات، بل العدائية تجاه الأقليات. هذه عوامل جدا تشكل تحديات، وقد وجدنا بالأمس كيف أنه اتخذ قرارات للبدء بالتعامل الإيجابي للانتهاء من أو للتخفيف من حدة هذه المظاهر السلبية التي ستعصف بوحدة الدولة الأمريكية إذا ما زاد هذا الشرق عمقا. لذلك كلنا نعلم أن الآن المهمة الرئيسية الكبرى للرئيس بايدن وإدارته أي للحزب الديمقراطي، ويجب أن تكون بالتعاون مع أركان مهمة في الحزب الجمهوري لكيفية إعادة تعزيز وحدة المجتمع الأمريكي حفاظاً على وحدة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتأتى بسياسة أيضاً مركبة ومزدوجة، مزدوجة بمعنى الداخل والخارج، ومركبة أنها يجب أن تنحى وتشمل جميع مناحي الحياة الأمريكية الإنتاجية والخدمية والضرائبية، بل وتعامل أمريكا مع العالم ومدى احترام أمريكا للقانون الدولي، لأنه جاء ترامب بسياسة أراد أن يقوض القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة. الآن هذا تحدي كبير، بمعنى آخر أن جميع السياسات التي اتخذها ترامب وإدارته على مدار 4 سنين هي تشكل تحدي بنفس الوقت لإدارة بايدن لكيفية التعامل معها والخروج من تداعياتها السلبية على الصعيد الداخلي الأمريكي وعلى الصعيد الخارجي، لأنه إذا اكتفى بايدن بالتعامل مع الوضع الداخلي الأمريكي لن ينجح بتمديد القوة الأمريكية على الساحة العالمية وامتداداته، وبذلك سيخسر حربه مع الصين سلفا. لذلك هو عندما يتحدث مع الصين يأخذ الاقتصاد العنوان، ولكن عيونه على النفوذ السياسي الصيني في العالم الذي بدأ يتسع سواء في بعض الدول الآسيوية وبإفريقيا. لذلك عندما نتحدث عن امتداد النفوذ الصيني يقابل انحسار للنفوذ الأمريكي، وبالتالي
بداية النزول عن قمة قيادة العالم، وهذا ما لا يسعى له لا بايدن ولا الجمهوريين ولا غيره. ولكن هناك أحيانا تأتي متغيرات في العالم ستأتي بعكس ما يريح بما لا تشتهي السفينة، ولكن هذه تحديات أمام الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالأخص الحزب الديمقراطي، لأنه جاء على برنامج أنه يريد إعادة الاعتبار والاحترام للولايات المتحدة الأمريكية ولإعادة دورها بقيادة العالم والتدخل والتعامل مع قضايا العالم المختلفة بإيجابية أكبر. نعم أستاذ فوزي، يعني بالفعل يعني كل هذه النقاط أيضا، يعني حتى العلاقات الخارجية مع الصين والتوترات التجارية لها تأثير كبير على الأسواق. يعني لنتحدث عن البند الآخر والبند المهم الذي يسعى إليه جو بايدن هو رفع الضرائب. هناك خوف وقلق من قبل المستثمرين بأن يقوم جو بايدن برفع الضرائب على الشركات الكبيرة، لكن جانت يلين قالت أنه ليس من الضروري الاستعجال أو العجلة في القيام بذلك برفع الضرائب في هذه الفترة. ما السيناريوهات المتوقعة لملف الضرائب في الولايات المتحدة وبرأيك ما تأثيره على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، هذا الملف الذي يهتم به جو بايدن ويريد رفعه، وهل سيتم بهذه الفترة؟ ما المتوقع؟ بتقديري، أولاً من حيث المبدأ هناك اختلاف أساس ما بين سياسة الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الجمهوري يسعى إلى تخفيض الضرائب على الكبار الشركات تحت عنوان أننا أريد أن أعمل على تنشيط قطاع العمالة، وبنفس الوقت الحزب الديمقراطي يسعى إلى رفع مستوى الضرائب على الكبار الأثرياء والشركات الكبرى، لأنه يريد أن يعمل على توازن أيضاً بمستوى المعيشة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال زيادة إيرادات الدولة الأمريكية من كبار الشركات، وهذه فيها نظرة عادلة أيضا، لأنه كلنا نعلم أن هناك ضرائب التي تسمى added tax value أو ضرائب المبيعات هي تشمل الجميع، لذلك هو يريد أن يوازن حتى يخفف عبء آخر على الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. أنا أعتقد أن الحزب الديمقراطي سيلجأ إلى رفع الضرائب كما وعد، ولكن بعد فترة من الزمن بعد ما أن تهدأ الوضع الداخلي الأمريكي وينجح في الخطوة الأولى بوضع حد لتفشي وباء كورونا، الذي بمجرد ما يضع حد لتفشي وباء كورونا بالتأكيد سيبدأ الاقتصاد بالانتعاش، لأننا كلنا نعلم أن تفشي الوباء والإغلاقات التي تمت أثرت على مختلف مناحي الاقتصاد، وبالتالي عندما ننتهي من السبب الرئيسي الذي عصف بالاقتصاد عندئذ سيبدأ الاقتصاد بالنظرة الصعودية الإيجابية، وهنا يكون بايدن وفريقه حريصين عليه. لذلك من هنا أفهم تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية يانت بلين أنها تريد أن تتمهل، وهذا حق لأنها تريد أن تتعامل بداية مع المشكلة الأكبر التي أدت بالاقتصاد الأمريكي إلى هذه الأزمة، وبنفس الوقت حتى لا يشكل عبء برغم من هذه الظروف على الشركات الكبرى، حتى لا يكون مبرر لديها من أيضا إنهاء عقود بعض العمال وبالتالي زيادة نسب البطالة التي تشكل هدف رئيسي لإدارة بايدن لتخفيض نسب البطالة. طيب، بما أن سياسة التحفيز الاقتصادي يعني لها تأثير على أسواق الأسهم، برأيك يعني من خلال سياسة التحفيز والإنفاق الذي يتبعها الديمقراطيين وخصوصا الرئيس جو بايدن وأيضا جانيت يلين حثت على ذلك على سياسة الإنفاق والتحفيز، يعني هل تستطيع الحكومة الأمريكية بالفعل الحد من انتشار فيروس كورونا أو إيقاف تداعيات يعني بالأحرى انتشار فيروس كورونا من خلال حزم التحفيز؟ يعني هل برأيك أصبحت هي بالفعل ضرورية أو حل من الحلول؟ بالتأكيد الآن بدأت الإدارة الأمريكية خطواتها الأولى بطريقة بتقديري أنها خطوات صحيحة، وهي التركيز على التطعيم، أي بمعنى آخر التكثيف عملها من أجل وضع الحد لتفشي وباء كورونا، لأنه ولن يتم ذلك إلا من خطط التحفيز إلا بخطط الإنفاق طبعا، لأنه كلنا نعلم أن جزء كبير من خطة التحفيز سيذهب إلى الولايات في غايات التطعيم وبعض أيضا القطاعات الصحية الأخرى، وليست فقط الفاكسين، القطاعات الطبية والكوادر الطبية وغيرها. أيضا خطة التحفيز هذه ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إبقائها
قائمة وقادرة على أسير في عملية، وهذه جزء أيضا منها لعدم دفع إلى السوق الأمريكي مزيدا من العاطلين عن العمل. لذلك هذه الخطة هي مهمة جدا، وبالرغم من أن البعض يرى أنها حوالي 2 تريليون مبلغ كبير، إلا أنها بنفس الوقت هي مدخل رئيسي. هي مبلغ كبير لأنه له تداعيات أخرى، يعني أيضا كما نعلم تداعيات مديونية وغيرها، ولكنها مدخل كبير للعمل على معالجة الأقساط الذي بدأ يعاني، وأيضا ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية، ميزانية وتباطؤات يعني وغيرها بالتأكيد. لكن بغض النظر، يعني تعتقد أنها أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة، سواء كان في ارتفاع في المديونية والعجز، يعني بات من الضروري زيادة الإنفاق. أنا بتقديري لابد أن يكون هناك زيادة الإنفاق وزيادة الدعم. المديونية الأمريكية كلنا نعلم هذا بلد كبير يساهم حوالي 30% من الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الأمريكي يتحمل مهما بلغت المديونية، وخاصة أننا نعلم أن الدولار لا رقيب على طباعته، ولكن ممكن أن نصبح في مرحلة خطرة إذا ما كانت هناك القوة المنافسة لقوة الدولار والتي تعمل عليها حاليا الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى من أجل تعزيز عملة الاتحاد الأوروبي اليورو في مواجهة الدولار، وبنفس الوقت لكن الدولار سوف يتأثر من خطة الإنفاق وحزم التحفيز أيضا، وأيضا ملف الضرائب سيؤثر على القدرة الشرائية وأيضا وعلى الدولار. ومن هنا عندما نتحدث عن المنظومة المتكاملة، لا يمكن أن نأخذ في منظومة الإصلاح أو منظومة التعامل مع الاقتصاد الأمريكي بخطوة واحدة، وإنما هي منظومة تنظيمية سياسية اقتصادية مع بعض، لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى، لأن الضرائب لها إيجابيات ولها سلبيات. إيجابيات أنني أرفع من مستوى إيراداتي، ولكن سلبياتها إذا لم تتحملها هذه الشركات. وهنا أذكر أنه عندما تم رفع نسبة الحد الأدنى للأجور من 12 دولار إلى 15 دولار، هناك لاقت بعض المعارضة أيضا من أصحاب الشركات، لأنها تؤثر على مداخلهم في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يمر بهم. لذلك أعتقد أن هذه نظرة متكاملة، ولكن أعود وأقول أن المديونية الأمريكية ستتأثر بقوة الدولار إذا زادت ولم يتم التعامل معها بقوة بإرادة، عندما نتحدث بقوة ليست عسكرية وإنما بقوة إرادة حقيقية، حتى تحافظ على الحد الأدنى من قوة الدولار، أي بمعنى أن لا ينهار الدولار، ولكن بنفس الوقت أن يصل إلى معدلات يعني تستطيع تتوقع دولار ضعيف المنافسة. تتوقع دولار ضعيف في الفترة القادمة؟ أنا أتوقع أن الدولار سينحى إلى انخفاض بالفترة القادمة بهدف تشجيع الصادرات الأمريكية. إذا تحدثنا عن خطابات جو بايدن، في كثير من خطاباته كان تركيز كبير على الطاقة المتجددة، برأيك كيف ستنعكس سياسة بايدن النفطية على العرض والطلب مع تأثير ذلك على الأسعار؟ وكما تعلم أن الدولار سيبقى ضعيف، خاصة عم نشوف تراجعات للدولار لعدة عوامل، يعني ربما كلها لها تأثيرات وتأثيرات كبيرة على الدولار، بما أن سلعة النفطية سلعة مقومة بالدولار الأمريكي، لكن مع توجه أيضا جو بايدن إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة المتجددة، كيف ستنعكس؟ أولا كلنا نعلم كلما توسعت الطاقة المتجددة أسواقها كلما انخفض الطلب على النفط، لذلك إذا انخفض الطلب بالتأكيد سيكون هناك عرض أكبر وبالتالي انخفاض بالأسعار، هذا القاعدة العامة. ولكن وجدنا أن الرئيس بايدن ماذا صنع الآن؟ أوقف خط الأنابيب النفط ما بين كندا وما بين أمريكا، وبالتالي سيؤثر على كميات النفط وقد يلجأ خلالها نتيجة اتفاق المناخ لا يريد تأثير عليه، وأوقف الاستثمارات في القطب الشمالي. إذا نحن نتوقع أنه في هذه المرحلة أن يشهد مزيدا من قد يكون من الطلب الداخلي الأمريكي على النفط، ولكن بنفس الوقت هناك أيضا الوضع الجيوسياسي العالمي. على سبيل المثال إذا الآن الوضع في ليبيا تحديدا وفي العراق أيضا على سبيل المثال أنه استقر الوضع الأمني هنا وبدأت الدولتين لإعادة إنتاجها إلى المعدلات الطبيعية، عندئذ سيكون هناك ارتفاع بالعرض وبالتالي ستنخفض. ومن هنا وجدنا كيف أن المملكة العربية السعودية لجأت طبعا
لتخفيض نسبة الإنتاج لأنها أرادت أن تحافظ على مستوى معين من الأسعار، والمستوى المعين من الأسعار يدعم اقتصادات هذه الدول المنتجة، ولكن السعر العادل بحيث نوازن ما بين مصلحة الدول المنتجة ومصلحة الدول المستوردة، لأنه كلما ارتفع أسعار النفط كلما زاد العبء على الدول العالم الأخرى، وهناك الكثير من الدول التي تعتمد على الاستيراد لن يكون بقدرة المواطنين التعامل مع المستوردات إذا كانت أسعار الكلف عالية قياساً لنسبة الدخل في تلك الدول. لذلك أنا أعتقد التوازن هو مهم. أسعار النفط ستبقى في الفترة القريبة ضمن هذه المعدلات بالخمسينات، قد تصل في طفرة معينة إذا زاد الطلب أو انخفض الإنتاج لأي سبب سياسي، أعتقد عندئذ قد يلامس 60-61 دولار، ولكن السعر العادل الذي كانت تحدث عنه خبراء الدول المنتجة خلال الأشهر الماضية أنه ما بين 55-60 دولار، فنحن نتحدث عن أبواب هذه المرحلة، ولكن صموده في ضمن هذا المربع هذا يعتمد على الوضع الجيوسياسي، ويعتمد أيضا بنفس الوقت على مدى انتعاش الاقتصاد العالمي، هل سيرتفع معه الطلب أم سيتم انخفاض الطلب. وكلنا نعلم أن حتى الصين الدولة القوية اقتصاديا والتي تعتمد على الصادرات الآن وضع النمو الاقتصادي انخفض عن المعتاد بعد هذا نتيجة يعني ربما الصين يعني حققت الدولة الوحيدة من الدول العظمى التي حققت نمو، لكن يعتبر بالفعل متدني ليس بالنمو القوي. وأيضا مع الإغلاقات الاقتصادية وارتفاع عدد الإصابات، وهي أكثر دولة مستهلكة النفط ومستوردة، ربما تأثيرها أيضا مخاوف من تأثير الطلب العالمي، ونخص بالذات الطلب من الصين. بالصين بالذات هذه مهمة جدا لأن هي أكبر مستورد تعتبر، لذلك أعتقد أنه هذه عوامل مجتمعة ستؤثر على مسار أسعار النفط في الفترة القادمة. لكن مع يعني الاتجاهات صاعدة، بالرغم من لو تمت سياسة بايدن يعني النفطية سواء بمنع التنقيب عن النفط والغاز كما كانت إدارة دونالد ترامب، فتوقعاتك إلى اتجاهات الحركة مستمرة في الارتفاع؟ مستمرة ولكن ليست بالهوامش العالية جدا، إلا إذا صار حدث أمني، إن صار حدث أمني في المنطقة الدول المصدرة، عندئذ الموضوع الآخر نحن نتحدث بالظروف الطبيعية الآمنة السلام المستقر الحالي، وليس في حال إذا صار أي زعزعات أمنية كما يحاول البعض الوصول إليه. نعم. طيب إذا تحدثنا عن تحركات أسعار الذهب، يعني يقف العديد في حيرة وراء هذه الاتجاهات، وسمعنا الكثير وربما أنت يعني نسمع، هل اتجاهات أسعار الذهب نحو الصعود أو نحو الهبوط خلال الأشهر المقبلة؟ لكن نحن نرى ثقة كبيرة جدا في الأسواق المالية، يعني عم نشوف تراجعات طفيفة يعني أيام، ولكن الاتجاهات العامة لأسواق الأسهم هي مرتفعة وثقة جدا في أسواق الأسهم، ربما يعني ارتفعت لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية. لكن مع سياسات كما ذكرنا، سياسة تحفيز من قبل سواء الحكومات وأيضا قيام الفدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة متدنية، كلها داعمة لارتفاع أسعار الذهب، ما هي توجهاتك أو رأيك إلى أين يتجه هذا الملاذ الآمن في الفترة المقبلة؟ أولا كما نعلم أن التفاؤل لدى المستثمرين واضح جدا وجلي واضح جدا بعد انتخاب بايدن. مرت فترة أن هناك قلق نتيجة تصريحات ترامب والمناقضة لإرادة الشعب الأمريكي بصندوق الاقتراع، الآن أما وأنه قد استدبت الأمور، أعتقد أن هذه الثقة بالأسواق المالية سترتفع إذا ما واكبها ارتفاع أرباح تشغيلية عوائد تشغيلية، لأننا كلنا نعلم تدني الفائدة ستدفع بالمستثمر إلى الذهاب إلى أسواق تحقق له أرباح، لذلك سيبقى الذهب هو الملاذ الآمن، ولكن كلما انتعش الاقتصاد الأمريكي كلما حافظنا على مستويات ثابتة أو متدنية للذهب، لذلك هذه بتقديري أن أسعار الذهب مربوطة بأسعار الفائدة أولاً بالعوائد ومستويات التضخم مع سياسة الانفاق، نتوقع ارتفاع للتضخم وبالتالي هو أداة تحوط. تحبط، ولكن هناك الناس لا تريد فقط أن محافظ على أداة تحبط في جبهة دون أن يدر عليها عوائد، لذلك إذا كان هناك قطاعات أخرى
ومنها على سبيل المثال الأسواق المالية تدر لها عوائد، أو القطاعات الصناعية القادمة أو غيرها، سيذهب المستثمر لديها حتى لو كان يريد المستثمر الصغير. وهنا دائما أفرق ما بين المستثمر الاستراتيجي وما بين الأموال الساخنة التي قد تذهب إلى بعض الأسواق. الأموال الساخنة قد تترك أسواق الذهب وتبدأ وتذهب إلى الأسواق المالية، أو العكس. عندئذ نجد إذا ذهبت إلى الذهب سيرتفع كما حصل، بالإضافة إلى أنه ملاذ آمن، وإذا ذهبت إلى بعض القطاعات في الأسواق المالية سترتفع، لأنهم يريدوا بالمعنى العام العربي أضرب بهرب، أنا أريد أن أحقق ربحا عاليا بأقصر فترة زمنية. ولكن هناك قطاعات واسعة مواطنين عاديين يسعوا إلى الاستثمار الاستراتيجي الذي يعتمد على عوائد التشغيلية والأرباح التي هي بكل تأكيد ستكون أفضل بكثير من عوائد السندات أو عوائد الإيداع البدائع في البنوك. ولكن أعود وأكرر وأقول أن خطة الاقتصادية الأمريكية الجديدة مدى انعكاس على أرض الواقع، بمعنى أن يكون هناك إقبال كبير على تنشيط عجلة الاقتصاد الداخلي وقدرة على الاقتصاد حتى تكون هناك حافز وتحقيق المزيد من العوائد والأرباح للمواطن. ولنرى أيضا جو بايدن سيقوم برفع الضرائب، لو قام رفع الضرائب على الشركات سيكون له تأثير سلبي على ربحية الشركات أيضا. سيكون له تأثير سلبي بداية، ولكن الكل مجبر بعد ذلك أن يتكيف مع واقع جديد. يعني إذا رفع الضرائب لن يغلقوا مصانعهم شركاتهم في البداية، بعد ذلك يبدأ عملية التكيف. طيب لنتحدث عن الجنيه الإسترليني وعن استلام بايدن، كيف ستكون العلاقات بين بريطانيا خاصة وسط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ هذه نقطة مهمة جدا، وهي عن شكل العلاقة. شكل العلاقة واضح جدا أن العلاقة ما بين رئيس الوزراء جونسون وبايدن لن تكون كما كانت أيام ترامب. هناك الكثير من النقاط المشتركة ما بين رئيس وزراء بريطانيا وما بين ترامب، بمعنى آخر التحيز العنصري العرقي للبيض. لذلك هذه عكس سياسة بايدن وفريقه، لذلك لن تكون العلاقة سوية. جونسون كان يعول كثيرا على نجاح ترامب لدورة ثانية بعقد اتفاقات تجارية كادت أن تصل إلى أو متوقع أن تصل إلى تريليون دولار، وكانت في هذا الحال ستدفع بالجنيه الاسترليني إلى قوة كبيرة. أما الآن مع مجيء بايدن أعتقد أن ليست من ضمن أولوياته دعم الاقتصاد البريطاني قبل أن ينظر إلى ماذا مستقبل خروج بريطانيا من بريكس سواء على النواحي الاقتصادية أو على النواحي أيضا وحدة المكونات المملكة المتحدة. السياسة الحالية ستبقى كما هي في ظل رصد، ولكن سيولي مزيدا من الاهتمام بعلاقاته مع شريكه الرئيسي اللي هو بيعتبره الاتحاد الأوروبي، اللي بنعرف إنه العلاقات الاقتصادية كبيرة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أضيف إليها البعد الآخر الذي قلته، أن العلاقة ما بين جونسون ونظرته ليست كما كانت أيام ترامب. أيضا راقبنا أن هناك الاسكوتش بدأوا يطالبون بالاستقلالية والانفصال عن بريطانيا، وبعض أصوات في إيرلندا. لذلك علينا أن نرصد في شهر 5 هناك انتخابات في اسكتلندا، هل سينجح الحزب الديمقراطي الوطني الاسكتلندي الداعي للانفصال ويأتي بأغلبية أو لا. لذلك وحدة بريطانيا بمكوناتها أعتقد هي مهمة جدا، وهذه ستؤثر على مستقبل العلاقات وطبيعة العلاقات التي تربط بريطانيا وأمريكا. ولكن بالحدود الطبيعية ستبقى التبادل العلاقات التجارية قائمة ما بين أمريكا وما بين بريطانيا أيضا بالفترة القادمة. نعم، نتحدث عن الشأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، هناك بحيث الاتفاق النووي نيو ستارت، هل تتوقع أو احتمال تمديده لخمس سنوات؟ يعني ما تأثيراته هذا الاتفاق النووي على اقتصاديا وسياسيا؟ أولا كلنا نعلم أن العالم دائما يسعى إلى وجود فترة آمنة هادئة لفترات طويلة. هل اتفاقية ستارت 3 التي وقعت عام 2010 ما بين الرئيس أوباما وما بين روسيا كانت واضحة جدا أن الهدف منها تخفيض الترسانة النووية والصواريخ البالستية، هذه دفعت بثقة
لدى العالم أن إمكانية وجود نزاعات أو توترات ما بين أمريكا وروسيا ستنخفض أو ستبدأ بالتلاشي، لكن من الواضح أيضا أن لم تحقق اتفاقية ستارت أهدافها بتحقيق كافٍ للأهداف التي الوصول إلى الأرقام التي حددت بالاتفاقية سواء بالعدد الرؤوس النووية أو بعدد الصواريخ البالستية في التي تنتهي الاتفاقية مع انتهائها بخمس شباط. لذلك الآن وجدنا أن المصلحة الأمريكية والمصلحة الروسية ارتأت أن يتم تجديد العمل بهذه الاتفاقية أو تمديد العمل بهذه الاتفاقية للحد الأقصى المنصوص عليها بالاتفاقية وهي خمس سنوات. كان هناك حديث إبان عهد ترامب أن يتم تمديد العمل بالاتفاقية، لكن ترامب كان يريد تمديدها إلى ثلاث سنوات، الآن إلى خمس سنوات. هذه الفترة الزمنية الخمس سنوات تدفع بثقة أخرى لدى المستثمرين ولدى الاقتصاد بأن العالم سيبقى مستقر إلى حد كبير، ولن يكون هناك مصدرا للتوترات المباشرة ما بين الدولتين العظمتين أمريكا وروسيا. لذلك ستنعكس هذه الاتفاقية إيجابا من البعد السياسي والعسكري والاقتصادي على العلاقة ما بين الدولتين أيضا وما بين العالم. ولكن أقول أن هذه قد تكون التوترات ما بين روسيا وأمريكا لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد، ولكنها قد تؤثر، وخاصة عندما نتحدث عن تعاملهم مع الملف الإيراني ومع أوكرانيا. نعم بالفعل، يعني سنتابع كيف ستكون سياسة جو بايدن وتأثيراتها، وكيف ستكون التوقعات الاقتصادية المستقبلية لجو بايدن، حيث المهارة والكفاءة الاقتصادية كانت تحسب بنقاط قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن بعد فوز جو بايدن عليه أن يثبت أنه لديه الكفاءة والخطط اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، فأمام جو بايدن تحديات كبيرة، فلنرى كيف، هل يملك بالفعل جو بايدن سياسة اقتصادية مقنعة؟ لنترقب ذلك، وبالتالي يعني نكون بذلك أستاذ فوزي السمهوري الكاتب والمحلل الاقتصادي والسياسي، أشكرك جزيل الشكر، وشكرا على إثراء هذه الحلقة من إكويتي سبوتلايت بهذه المعلومات القيمة. شكرا. مشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية برنامج إكويتي سبوتلايت، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.